السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين عرب. اليوم معنا واحد من المواقع الجديدة اللي ممكن نربح منها من الانترنت مجانا، بيتفعل المحافظ المصرية فودافون كاش، اورانج كاش، وي بي، بداية من 50,000 نقطة، يعني نصف دولار حسب المعادل داخل الموقع. كما فينا نستخدم باينانس مع مجموعة من العملات الرقمية مثل البونك، فينا نستخدم البي ام بي، سولانا، كما فينا نستخدم دولار البير، فينا نستخدم كمان اللايت كوين طبعا على الفوشيت باي، يو اس دي تي على الفوشيت باي، والحد الادنى للسحب على الفوشيت باي كمان اقل بكثير. فينا نستخدم كمان السي وولت مع بعض العملات مثل البي بي او غيرها. راح استخدم مثلا عمله اليو اس دي تي، الحد الادنى للسحب 1 سنت، بالنسبه لللايت كوين 50 سنت، بيتكوين 50 سنت على الفوشيت باي، كمان شيء كثير منيح. بين الموقع حط هون عنوان محفظتك داخل الفوشيت باي، بروح على الفوشيت باي، بروح على كلمه وولت، بجيب عنوان محفظتي اليو اس دي تي. ما عندك محفظه راح احط لك بصندوق الوصف فيديو بيشرح لك كيف تنشئ هاي المحفظة بطريقة جدا سهلة وبسيطة وآمنة. باخذ عنوان نسخ، برجع للموقع، بحط العنوان هون بهي الخانة، بحل الكابتشا، بروح على ويزدرو، بضغط عليها وبنتظر التحميل. دفع للموقع بشكل فوري هاي القيم على محفظتي الفوشيت باي. إذا رحت على الفوشيت باي وحدثت صفحة الدفعات داخل المحفظة الوسيطة فوشيت باي حتى شاهد الدفعة، طبعا هاي هي القيم. نوبيتا فوشيت هذا الموقع، نورمال بيمنت هذا هو التاريخ. موقع كتير كويس، من افضل المواقع الموجودة حاليا، ممكن يكسب منها اي شخص من الانترنت عملات رقمية، دولار بير على المحافظ المصرية. كما فينا نستخدم مثل ما قلنا الباينانس، منصة باينانس، ومحفظة السي وولت، وهي خيارات كتير منيحة. بعد ما شفنا اثبات السحب من الموقع ننتقل للتفاصيل. طيب بسم الله، انا هبدأ اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل. كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل راح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشرة ما بستخدم اي روابط متصلة، هذا اللينك بيعطيك على المدونة الخاصة فيه، على المدونة الخاصة فيه في رابط مباشرة ضغطتين اخي الكريم بتفتح معنا هاي الصفحة. نحن بننشئ حساب جديد، بنروح على كلمة ريجستر او التسجيل هاي اللي هون وبنضغط عليها، بنتظر تعطيني الحماية مشان احلها او تنحل اوتوماتيك ببعض الاحيان. اعطاني الحماية، بضغط عليها، وجهني لصفحة التسجيل، بيقول لك فقط استخدم جيميل، لا تستخدم انواع ثانية من الايميلات. بنحط هون جيميل الخاص فينا، نسمي مستخدم باللغة الانجليزية، باسورد، نعيد الباسورد، بنزل لتحت بحل كاباتشا، كلمة ريجستر، بيكون صار عندي حساب. الموقع رح يبعث لي رسالة تأكيد على بريدي، ممكن لا اياه بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، فيها رابط او لينك، بضغط عليه بتفعل الحساب وبصير جاهز لحتى بلش اكساب من الموقع. بعدين بروح على لوجن او تسجيل الدخول من هون او من الصفحة الاساسية، بعبي بياناتي وبسجل دخول لحسابي. طبعا رسالة التأكيد من الموقع بتجي بالبريد الوارد، لكن نادرا ممكن تجي بالرسائل الغير مرغوب فيها، فيها هذا الرابط تضغط عليه مشان تأكد حسابك. وهي خطوة ضرورية لا تنسي هذا الشيء، ودائما الموقع بيسجل دخول له إذا أنت ما كنت متأكد حسابك، راح يعطيك إشعار إنه لازم تأكد الحساب. طبعا أصدقائي هي واجهة الموقع من الداخل، نحن بنجمع توكن، وهي التوكن نسحبها مثل ما شفنا ببداية هذا الفيديو. طبعا كيف أنا بدي بلش جمع؟ عندي مجموعة كبيرة من طرق الربح، عندنا السي بي إكس ريسيرش، استبيانات الرأي الأهم على كوكب الأرض. إذا ما أعطاك إياها بشكل مظبوط بالصفحة الأساسية في كلمة Offer and Service هي اللي هون، بتروح على كلمة CBX Search، بتضغط عليها، بتشوف إذا عندك استبيانات. أنا ببلدي هلأ ما أعطاني، لكن كان ممكن يعطيني استبيانات، واستبيانات هذا الموقع كتير كويسي، وفي كتير ناس رح يستفادوا منها ويكسبوا منها بهذا الشكل. طبعا في شركات تانية كتير للعروض. إذا رجعنا للصفحة الأساسية في عنا التايم وول مشابهة تقريبا للسي بي اكس سيرش، بيتس لاب كمان نفس المبدأ في استبيانات، بعض الشركات التانية مثل بيتكو تاسك في إضافة للاستبيانات فيها عروض وفيها كمان مشاهدة إعلانات وأمور تانية. إذا ضغطنا عليها في كاباتشا بنحلها بالبداية، هالكاباتشات سهلة طبعا ما أنا معقدة، فاليديت لحتى يعطيني المهمات. داخل طبعا البيتكو تاسك في اعلانات، مثلا بضغط على الاعلان، شاهد الاعلان المدة المحددة، اذا كان الاعلان مزعج سكر وافتح اعلانات تانية، بنتظر اكتمال هذا الخط. طبعا بيعطيني بعدها كاباتشا، بختار الاجابة الصحيحة، كسبنا هيك قيمة هذا الاعلان. فيني تابع كمان بقية الاعلانات واكسب منهم، في كتير اعلانات. في شغلات تانية مثل شرط، في عنا صنبور داخل بيتكو تاسك، في عنا مهمات وعروض وقراءة مقالات، يعني ممكن نكسب كتير منيح من البيتكو تاسك. كلمة تاسك كمان ممكن نلاقي فيها مهمات خاصة بالبيتكو تاسك بنفذها وبكسب قيمتها إذا ضغطت عليها. أعطاني مهمات، هاي المهمة 12,000 توكن، 2,400 توكن، هاي المهمة 2,500 توكن، هاي المهمة 2,400 توكن، يعني مهمات كتير سهلة والمطلوب منك مانو كتير صعب. حتى الكومبليتيشن ريت هون 98%، يعني كل المدينة ما تنضاف تقريبا لألون،
هم 100% كل مدينة بتنضاف لإلهم، طبعا لازم تكون تأدية بالشكل الصحيح، هون لسه مو مأداها طبعا أشخاص. طبعا أخي الكريم فينا نشوف هاي المهمات ونفذ المهمات اللي بيكون نسبة التأدية فيها عالية مشان تضمن تنضاف عندك، هي ما في مشاكل، بينضاف تقريبا الكل. طبعا لازم تأدي بالشكل الصحيح مشان تضمن إنه يتم الإضافة بالشكل الصحيح. طبعا هاي المهمة 600 نقطة، بيقول لك يوتيوب سبسكرايب لايك اند كومنت، اعمل له سبسكرايب لايك وكومنت على اليوتيوب، كثير سهلة القصة. بدي نفذها طبعا هاي ب 600 نقطة، كومبليت تاسك يعني بدها تاخذ معك وقت دقيقة بالكثير. بيقول لك روح على هاي القناة، بتروح على هاي القناة طبعا بتعمل سبسكرايب متابعة وبتحط لايك وبتحط طبعا يعني اي كومنت على المنشور، سبميت سكرين شوت، بتاخذ سكرين شوت للصفحة وبترفع السكرين شوت هون، تشوز فايل بتسمي شيء سهل مشان تلاقيه بسرعة، سند فور ريفيو بيبعث لك اياها طبعا لحتى ادمن المهمة دقيقة، اسهل من ربح ما ضل 600 نقطة، اقل من سنت يعني تقريبا نص سنت او اكثر من نص سنت، بتاخذ معك القصة اقل من 30 ثانية، يعني ربح كثير منيح، وراح تلاقي دائما شغلات جديدة على الفيديو تاسك، وانا بحب تنفيذ المهمات بهاي الطريقة. في كثير مهمات شايفين اخي الكريم، في كثير مهمات ممكن ننفذها، منها مثل ما ذكرنا، منها شيء ثاني، منها واتش يوتيوب، انك تشاهد مثلا القناة او الفيديو المطلوب منك، في شغلات كمان كثير سهلة، منها تحميل تطبيقات، يعني رح تلاقي شيء بيناسبك، وبعض هاي القيم ممكن يكون كثير كويس. كمان داخل الموقع في عندنا مشاهدة اعلانات بي تي سي، هاي اللي هون، هذا الاعلان 15 توكن جو، بشاهده لمدة محددة، بيعطيني بعدها كاباتشا بضغط عليها وبحلها. كاباتشات دائما سهل، اتش كاباتشا من كاباتشات المفضلة. بعدها فيريفاي او تأكيد، بسكر النافذة المنبثقة وبنتظر يرجعني للموقع اكسب قيمة هذا الاعلان. طبعا هيك رجعنا واخذنا قيمة الاعلان، فيني كمان تابع بقية الاعلانات اكسب منها. في صنابير فوست، في مجموعة من الصنابير داخل الموقع، بوب فوست، اوتو فوست، ويل فوست، والدوج فوست، فينا كمان نشوف هاي الصنابير ونكسب منها بهاي الطريقة السهلة. طبعا الصنابير فيها نوافذ بسيطة كمان مشان تعرف هذا الشيء، فإذا أنت ما بتحب النوافذ البسيطة لا تفوت على هاي الصنابير. في عندنا كمان شورت لينك أو روابط مختصرة، عليه حماية الروابط طبعا، حل هاي الحماية، في كتير روابط، عندنا ال RL short، عندنا ال ريف كات، يو ار ال كات، ميجا يو ار ال، لينك ريكس، في عندنا كمان روابط تانية ممكن نتجاوزها ونكسب قيمتها، وأفضل واحد بيناتهم هو ال RL short، معك 20 مطالبة، كل مطالبة بربع سنت، وهو عبارة عن 6 صفحات من إعلانات جوجل أدسنس، يعني شيء كتير منيح. إذا رحنا على كليم، حل الكاباتشا، وجهني للرابط، هو عبارة عن 6 صفحات، إما يكون فيها عدد رقمية أو مطالبة بمشاهدة إعلان أو كاباتشا. 6 صفحات راح أمشي فيهم بالترتيب، كمان بتابع، كمان الصفحة اللي بعدها آخر صفحة، كان ممكن يطلب مني مشاهدة اعلان، طبعا بيطلع لي اعلانات، اوبن نيو تاب، مشاهدة 15 ثانية، اذا تأخر علي الاعلان كتير بضغط على الار اس شورت مشان يعطيني خيارات تانية، لكن لازم انتظر طبعا مدي مثلا 10 ثواني قبل ما اضغط على الار اس شورت. هيك اكملنا طبعا الرابط، بضغط على 6 على 6 وبنتظر يرجعني للموقع المشروح واكسب قيمة هذا الرابط المختصر. طبعا هيك رجعنا واخذنا ال 250 توكن، انضافوا عندي برصيدي، بقى عندي 19 مطالب، شايفين اخي الكريم كثير سهل هاي القصه. وتاكد ان الانترنت عندك كويس، لان في كباتشات داخليه لازم تحل في بعض الروابط المختصره. الموقع فيه انجازات، في كوبونات كمان، اذا تابعت قناه هذا الموقع على التليجرام ممكن لاقي كوبونات بشكل يومي استفاد منها، وهذا شيء كثير منيح. في رابط حالي في مسابقات، يعني موقع شامل اخي الكريم، والارباح منه كثير كويسه. كما راح تلاقي اخي الكريم بصندوق الوصف مجموعه من المواقع مشابهه لهذا المبدا، كلها ممكن نكسب منها رصيد محافظ مصريه مثل فودافون كاش وغيرها، كما فينا نسحب على البيير الفوشيت بي وباينانس، وهذا شيء كمان كثير منيح، كل هاي المواقع مميزه والارباح منها كثير كويسه. طبعا اخي الكريم بعد وقت دائما اي سؤال عن الربح من الانترنت بشكل عام، ربح المتر الرقمي، البايير، الفوشيت بي، باينانس، فودافون كاش، اي شيء بيخطر ببالك مجال الربح من الانترنت اكتب لي التعليقات، ان شاء الله بنقدر
نساعدكم في النهاية. لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.